في الحقيقة أصريت إن أنا أبقى موجود في الوقت القليل ده عشان أقول لكم أخبار النادي الأهلي ونحاول نغطيها، وكمان أعرض لحضراتكم فيديو لعبد الله هاني، الطفل عبد الله هاني كان المفروض يبقى موجود في مباراة الأهلي وبتروجيت. كان طلب عبد الله هاني أو طلب والده الأستاذ هاني من مجلس إدارة النادي الأهلي إن هو عبد الله كان نفسه إن هو يكون متواجد في مباراة الأهلي وبتروجيت، يلعب الكوره، يدي الكوره للحكم، يكون متواجد. كان نفسه الولد ان هو يكون متواجد في هذه المباراه. عبد الله الدكاتره قالوا ان هو ما ينفعش للاسف ان هو يحضر هذه المباراه. عبد الله ربنا يشفيه يا رب، ربنا يشفيه ويبعد عن ولادنا كل تعب. عبد الله عنده كانسر، ان شاء الله ربنا يشفيه. دعواتكم كلنا من قلوبنا بندعي لعبد الله بالشفاء. هنشوف الفيديو اللي دعا فيه النادي الاهلي قبل مباراه بتروجيت وارجع لحضراتكم على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، الف سلام عليك يا كابتن محمود الخطيب، وربنا يشفيك وان شاء الله نكسب النهارده وان شاء الله تفرحونا وناخد الدوري وافريقيا ان شاء الله. سلام. وسلام اللعيبه كلها وان شاء الله نفوز النهارده، ومجلس الاداره وان شاء الله نفوز النهارده، والاستاذ طارق قالي وعضو مجلس اداره النادي الاهلي كله. ده كان في الفيديو الصغير لعبد الله هاني. ربنا يشفيك يا عبد الله وان شاء الله كلنا بندعي لك. وانا اصريت ان احنا نطلع في الوقت القليل ده عشان كان ابرز بصراحه ان انا اقدم لك الفيديو ده والناس تشوفك. وكان بيدعي للاهلي قبل مباراه بتروجيت، عشان كده عملنا عبد الله ربنا استجاب لدعاك وعملنا مباراه جامده جدا جدا وكسبنا كمان بسكور، وكان اللعيبه بتعمل كل حاجه يعني من دعاك لينا. ان شاء الله تدعي لنا كل الماتشات واحنا بندعي لك ان شاء الله تبقى جامد جدا وتتغلب على اي حاجه وترجع زي ما كنت واحسن كمان. ربنا يشفيك يا رب ويخليك ويبعد عن ولادنا ولاد حضراتكم اي حاجه وحشه.